السلام عليكم. اليوم نعود إلى ملعب دويرة، حيث أنه تم صباح البارحة البداية في وضع الكراسي الخضراء. لاحظ هنا في الصور بعض الكراسي اللي بدات، وهذا خبر مفرح لأنه العملية تعود الكراسي كانت حبسة لمدة أكثر من أسبوعين، والآن عاودة البلونات. شيء هذا مليح. نخليكم بدل ما نطول عليكم، نخليكم تابعوا الفيديو هذا اللي صورت تعود الى اليوم. اذا اترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.